من جديد، يعود منفذ الوديعة الحدودي وشريان الحياة البرية الوحيد النابض بين اليمن وجارتها المملكة العربية السعودية لمشهد الأحداث بعد زيارة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء للمنفذ قبل أيام، بعد تلاشي الآمال في أن تكشف لجنة التحقيق الحكومية ما توصلت إليه بشأن مزاعم الفساد والتجاوزات في المنفذ. مر شهر كامل الآن من تشكيل اللجنة ولم نشعر بأي حلول مرتقبة، لم نشعر بأي عمل لجنة، لم يكشف عن عمل اللجنة، لم يتضح من هو المخطئ، من الذي يعمل بشكل صحيح، من أمور كثيرة يجب أن تحل ويجب أن تكشفها اللجنة للمواطنين حتى تستعيد جزء من مصداقيتها الحكومة. وعود رئيس الحكومة بندق بإيجاد حلول للأوضاع بالمنفذ والتي قالها إبان زيارته للمكلا الشهر الماضي هي أيضا لا تزال في عالم الغيب، وعود لا يرى فيها بعض المراقبين أكثر من محاولة تخدير لتلك الأصوات. أنا أعتقد أن الحكومة غير قادرة لتحقيق هذه الوعود وإنها مجرد وعود تخديرية للمواطن. ومع تزايد الأصوات المستنكرة لما يشهده المنفذ الحدودي، شهدت مديرية العبر لقاء قبليا يهدف لمناقشة تطورات هذه القضية وأبعادها، مجددين مطالبتهم للحكومة بإنهاء تلك التجاوزات وتمكين أبناء المنطقة من تأمين وحماية مناطقهم بما فيها المنفذ والمسافرين عبره. احنا نبغى نستلم المنفذ الوديعة ونبغى نمنه ونبغى نكون له شريط أمني مدني مستعدين له، ولا منطقة العبر ولا كل المهن احنا مستعدين نوديها لليمن، لأن فيه عبث، لأن فيه ظلم للمسافرين. ومع أن لا مؤشرات جدية تلوح بالأفق القريب لتغير الأحوال بالمنفذ، تبقى الآمال قائمة في أن تجد هذه المطالب آذانا صاغية لدى الحكومة. من خلال هذا اللقاء القبلي يجدد أبناء وممثلي قبائل المنطقة مطالبتهم للحكومة الشرعية بإشراكهم في عملية تأمين مناطقهم وإنهاء معاناة المسافرين الذين يمرون عبر منفذ الوديعة الحدودي وإنهاء الفساد الذي تمارسه بعض الجهات المتنفذة عليه. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من الحدود اليمنية السعودية.